كل اللي اتريق على حوار مصنع الكراسي واللي بيحصل وراه ما يعرفش حاجه. ده شنب فاروق فيشاوي. بركه ربنا الحمد لله. ده كان رعب مش رعب. انا بخاف من البحر، انا غرقت 3 مرات، بخاف من النار لاني ولعت مره. واضح انه رهبه مش مجرد اسم الفيلم بس، ولكن ايضا هي حاله معظم ابطال العمل يلي بيعانوا منها باشكال مختلفه. انا معايا رهاب ومعايا حاجه اسمها بانيك اتاك وكل الامراض النفسيه يا استاذه، فما تسالينيش عن موقف، اساليني عن امراض من اللقاءات التلفزيونيه. وبمجرد ما طرحت شركه الانتاج البرومو الخاص بالفيلم لقى اشاده كبيره من الجمهور، ويلي كان واضح جدا من تدافعهم على النجوم بمجرد وصولهم. محدش يلومني على اللي هيحصل للنادي. من خلال هالفيلم بيعود بقوة أحمد الفيشاوي إلى السينما من بعد غياب سنوات، بالإضافة لمجموعة كبيرة من النجوم يلي حكيوا لنا عن أدوارهم. ورا مصنع الكراسي فيلم ببساطة عبارة عن حد ما كان شوية متجبر على الأهل الحارة بتوعه يعني في إمبابة وكده، وبعد كده حصلوا منحة ربانية احنا بنعتبرها منحة، يعني انه حد ما اتخانق معاه خناقة كبيرة جدا فداله بالجزمة. خلينا نتفرج. بس هي سيدة زي ما ظهرت في البرومو يعني مشاعر عندها الجانب الجاد جدا والحاد جدا والجانب الانساني الرومانسي جدا. الشخصية عفرة، هو المفروض ان هو في الجهة المعادية للجهة بتاعت رهبة اللي هو احمد فيشاوي، بس وبتدور احداث بقى على اساس ان احنا بنحاول وفي تويست كده في الاخر، بس طبعا مش هينفع احرقه. انا عامله مراسله لقناه تلفزيونيه، مديرها بيقرر ان هو يعسفها شويه يعني عشان هي مزعجه، هو بيقرر يعني يتخلص منها وبيبعتها لسيد رهبه تسجل معاه. كابتن عايز اروح ورا مصنع الكراسي. تجربة أولى وجديدة بيخوضها أبطال العمل، إن كان من ناحية الإخراج أو من ناحية تعامل كرو العمل بأعمال سابقة. أول إخراج ليا وكان لازم أعمل حاجة جديدة، يعني مش هعمل حاجة تقليدية أو حاجة. أنا جالي سيناريوهات كتير جدا، كان بالنسبة لي رهبة هو الحاجة اللي خدتني يعني إن أنا أعملها. يعني التصوير في المناطق الشعبية كان في منتهى الصعوبة، يعني الناس طبعا كويسين جدا وكل حاجة، بس التزاحم وكده بيبقى صعب شوية في التصوير وبيعطل، ودي كانت مشكلتي إن أنا عايز أصور الأحداث على قد ما أقدر في الأماكن الحقيقية بتاعتها اللي بتدور فيها الأحداث. هي أول حاجة من كل حاجة أنا بعملها طبعا، تجربة حلوة جدا ومفيدة وموترة وحاجات كتيرة كده داخلة في بعض، دي مخوفاني وبسطاني في نفس الوقت جدا. مش هقلب لكم تاني؟ يا عم هو ايه المقرف الشعلب؟ انا مش فاهم.